كازا الكوبرا يشرب قودا. يلا يا دويك يلا يا دويك. من اكتشافات رجاء دي سنة مشيت كرة رجوية. شوي عليك يا أخي شوي عليك يا أخي. مشيت كرة من جديد رجوية حدري في المبدع. أوه يا سلام. هنا الإعادة زكريا حدريف ومحمود بن حليب. كيف ما وصلت وسددها كيف ما وصلت وسددها لنحكي الجولة الأولى من هذه المباراة. وكان جابوني لوغو وشاكر النصر رقم 2 لجلوني يعد لتنفيذ ضربة الجزاء في العالي في العالي في العام. ويسترجعون سطوتهم ويسعيدون مكانتهم ومكانهم. تصبح النتيجة 3-0 للنصور الخضر أمام السيرك لومبيري من الجابون. محمود بن حليب كرة رجوية في نقطة الجزاء. ننسى كثير هدف واحد نص مونديال كأس العالم. استقبل هدف بهذه الطريقة. عبد الرحيم شاكر هل سيتمكن من توقيع الخماسية في هذه المباراة؟ الخماسية في المباراة. عبد الرحيم شاكر لعب كرته ممتازة. يلا رحيمي رحيمي يا رحيمي. من سجل هو شعبان رحيمي الذي نتمنى أن يعود سالما معافى لمواصلة المباراة. والنتيجة 5-5. سيضيف الثاني والثالث ثم الرابع وسيسجل الخامس. وهو يسجل الخامس بمجهود كبير من عبد الرحيم شاكر. والخامس